السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سايب جيمر، جاكم بمقطع جديد في سيرفر ارت اوف ماينرز. طبعا اليوم راح نسوي عدة شغلات، ولكن بالبداية حاب اعتذر منكم على القطعة اللي صارت الفترة البسيطة، يعني هاي مدة اسبوع اسبوعين اتوقع بس. فان شاء الله ان شاء الله نرجع ننزل زي اول، وان شاء الله راح يكون في افكار جديدة للقناة، فاهمين علي كيف؟ بس اللهم انه ايوه ابنك حبيبي عمين تتخوت يعني ايه يعني انت قطعلي اسبوعين وجاي تحكي لي مش مقطع هلا وتنزل مقاطع وجايب لي افكار جديده؟ لا مش علينا هاي يا حبيب قلبي، مش علينا احنا المريويين ونفسهم كل شيء، اساطير ماري موجودين. على كل حال ان شاء الله راح تكون رجعه اسطوريه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. المهم ما علينا، هلا راح انا اروح على منطقه الالعاب زي ما انتم شايفين، بس بدي اشوف في في لعبه جديده هون بنت صراحه مش عارف لمين، بس نزلها عبادي وجاست جيمر. اذا بدكم تشوفوا الحلقه شوفوها وافهموا اللعبه، زي اتوقع انا فهمتوا من اللعبه انه شايفين هاي تطلعوا هون، يعني تبلشوا من هون، شايفين هاي تبلشوا من هون وتوصلوا اول واحد بوصل للتوب للقمه وهو اللي بفوز. فلعبة جدا حلوة ان شاء الله بلعبها مع الشباب منطقة الالعاب، يعني بنلعب الالعاب الجديدة في منطقة الالعاب كلها وبنلعبها مع بعض. فبتضغط هاي كليك يمين وبتطلع لفوق، كليك يمين زي التسلق، فمين زي لعبة التسلق اذا بتعرفوها. المهم ما علينا، في شوف ايش في العاب تانية جديدة. اتوقع لعبة عبادي نزل حلقة وحط الخرائط برضه فيها، اذا بدكم تشوفوا الحلقة روحوا شوفوها برضه بقناة عبادي تلاقوها تحت في الوصف. فخلينا نشوف هون، بدي اشتري الخريطة. طبعا تقدر تشتري خريطة واحدة بس مرة واحدة، وهي الدروع اتوقع تاعت البي في بي، استخدمها بتاعت البي في بي. المهم خلينا هلا بس نحط لنا هون دايموند. اعطونا قديش هي حقها؟ يو كان باي 1 فور 15 بلوك دايموند، 15 دايموند حبة. طب اذا كسرنا هدول بيطلع قديش؟ 9 و9 18. يا مش فارق، خلينا ناخذ لنا كتاب. اوكي حضرها بدرها، قال لي يا عمي قد لله 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لا بديش هذا، ناخذ هذا، خلينا ناخذ هذا. هاي معنا كتاب. هلا حاليا نروح ايش نسوي يا شباب؟ بدي اروح افتش على الكنز هذا ونشوفها بعد ايش راح يكون الكنز. هل راح يطلع لنا كنز؟ لانه عباد حكى انه احتمال كبير تلاقي اشي افضل من اللي دفعته، فاهمين كيف؟ يعني ممكن الاقي شغلات حلوه، ممكن الاقي شغلات تافهه. فحاليا بدي اشوف الاحداثيات اللي حاططها. 8 سالب 88 2056. خلينا بس نحط بالشات سالب 88 قديش؟ 2000 2000 قديش؟ والله نسيت 2056 سالب 88 2055. حلو؟ هاي الاحداثيات اتوقع، خلينا نشوف كمان مره. 56 اسف. خلينا نروح على الاحداثيات هاي ونشوف هل راح يطلع لنا شيء بالكنز، شيء حلو. هذا طبعا لعبه كنز لوفي، فخلينا نشوف هل راح ناخذ شيء حلو ولا راح يطلع لنا شيء سيء. فاتوقع انا اذا رحت زي هيك بروح على الاتجاه الصحيح، سالب 80 وبعدين نروح سالب 2056 وناخذ الكنز تاعنا، او ايش راح يطلع لنا من من 15 حبه دايموند بالمقابل. هل راح يطلع لنا بالمقابل اشي حلو ولا راح يطلع لنا؟ انا خايف تكون بس هيك تشيست وفي حبه بيض او تشيكن، حبه تشيكن، فاشي اشي جدا سيء راح يكون. خلينا نشوف احنا نمشي زي هيك 2000 لحظه دقيقه اشوف ان شاء الله تكون بالموجب. ايوه الحمد لله بالموجب انا فكرتها تكون بالسالب فراح انجلت هيك. المهم احنا اتوقع هيك قربنا عليها، ده تقريبا ما يقارب 1000 بلوك، لا 500 بلوك. طبعا اليوم راح نسوي شيء جدا اسطوري بعد ما نشوف لعبه عبادي ايش راح يطلع لنا بكنز لوفي. هل راح يطلع لنا القطعه المفقوده؟ طبعا معروف مسلسل لوفي لليوم مش ملاقيين القطعه المفقوده او ذا وان بيس او القطعه النادره. هيك في قطعه نادره بون ويس اتوقع، شيء زي هيك اتوقع هون، اتوقع زي هون يا عبادي. عبادي هيك الزومبي اشوف سالب 80 سالب 88 سالب 88 و 56. لازم ورا الجبل من هون من هون من هون صح؟ وارتفاع 64 حكى. لازم انا ارجع اطير، لازم ارجع اطير عشان اقدر اوزن صح. اتوقع 56 اتوقع هون فوق راح تكون، اتوقع هون 56 56 وين احنا؟ 56 هاي 56 و 88 صح؟ سالب 88 عبادي غشاش اتوقع سالب 88. طيب
و 2056 2056 هون صح؟ ايوه ننزل لتحت. هل راح تكون الكنز تحت؟ محطوط مخبي الكنز تحت. طلع زومبي ولا شو حشرك؟ ابعد عني. خلينا نشوف هل راح يطلع لنا الكنز تاعه ولا لا. حبيبي انا 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 متحمس والله متحمس للكنز. حبيبي عبادي يغشاش. اي لين الكنز لين الكنز لين الكنز. اكس دي ثانكس فور بلاي. ها عبادي خلينا نكسر هاي. عبا الله ياخذك عبادي. 15 دايموند على 29. وتصدقوا الورد هذا نادر، الورد هذا نادر يعني حلو ونادر، فاهمين كيف؟ ها يلا بسيطه بسيطه. اصلا احنا اغنياء بالسيرفر زي ما انتم عارفين، يعني رجعنا انه سمعتنا انه احنا اغنياء، فعشان هيك راح نحكي بسيطه بسيطه سبا سبا سيتو. هي مكفيش حط ديرت. ايوه طلع هاي حط هاي هون. اوكي ممتاز. هلا حاليا بدي اروح على المشروع الاساسي تاعنا. المشروع الاساسي راح يكون يا شباب، خليني احكي لكم اياه واحنا رايحين على سبون. نرجع سبون، اتوقع طريق سبون من هون. المشروع الاساسي تاع الحلقه هاي، انتم بتعرفوا انه انا وعمار واتوقع عبادي دخل معنا بالمشروع هذا، انه ننقل منطقتنا لمنطقة الفضاء او ذا سبيس في الفضاء، يعني فاهمين كيف؟ منطقة محل برسبة التنين، ما بعرف ذا اند وش اسمها المنطقة، عالم الاند او عالم الفضاء، فاهمين كيف؟ فاحنا راح نسويه زي كأنه هذا مش عالم فضاء او مش او منطقة واحد من الشباب. خلينا نمشي من هون، نمرق ونخش بوابته، اتوقع بوابته مفتوحة. يب هي بوابته مفتوحة، ونخش منها ونروح على على الفضاء او بنروح على الاند، فاهمين علي كيف؟ فاحنا راح نكرر قرار انه راح نسوي يا شباب مش راح نسميها فضاء او مش راح نسميها ان، راح نسميها كوكب القمر، او اول ناس بروح على كوكب القمر، فمن كيف؟ خليني احط هاي هون. ايوه زي هيك زي هيك مزبوط كانت، اتوقع هيك ولا اتوقع من هون صح مزبوط. يب اتوقع هون. يب ايوه ايوه وصلنا 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 منطقة النذر، وبعدين راح نروح على الفضاء او راح نروح على كوكب القمر. فانا جدا متحمس للمشروع هذا. اتوقع انا جبت الورك بوكس. يب ورك بوكس هاشتاج 4، وهدول الموارد الموجوده فيه راح استخدمه، راح استخدم واعمل اشياء جدا اسطوريه فيها. خليني احكي لكم اياها ايش هي بالضبط، ركزوا معي. هلا احنا بالقمر ما في يمكن كل ليل صح، وما بكون في شمس، فعشان هيك احنا لازم نعمل اضاءه. فانا راح اسوي اضاءه مختلفه نوعا ما، اعملها اشياء اشي فاخر على الاخر الصراحه. بدي اسوي اشي جدا اسطوري وجميل جدا، فاهمين كيف؟ فاتمنى انه الاشي هذا يعجبكم، ولكن التصميم جدا بسيط. تعرفوا انتم دائما اشي بسيط ولكن بيطلع حلو، فان شاء الله هذا الاشي راح يصير معنا اليوم. راح نسوي زي شعل في الفضاء، او راح نسوي شعل في منطقتنا تاعت منطقه القمر او كوكب القمر تاعي انا وعمار. بتوقع انه عباد دخل معنا، فمش مش عارف لهلا لانه انا الصراحه جدا مشغول. اوه يا هذا 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 حبيبنا هو الموجود. هلا 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 بالحب. هلا هذا حيواننا الاليف يا شباب، بس سميناه اسم واحد من اساطير ماريو موجود هون. المهم خلينا هذه ما بعرف، عملنا انا وعمار الديزاين البسيط هذا تاع الاند اللي ودينا على الاند. فاتوقع اغلب السيرفرات ما بيسووا الشغلات هاي، ما بيهتموا لبوابه الاند ما بيهتموا لها، فاحنا اعطيناها شويه اهميه وسوينا شيء جدا رهيب. فحاليا خلينا نروح من منطقة، طبعا سويت بالحلقة من حلقات المرأة زي ما شايفين. إذا واحد عمار عمل هذا السكة الحديدية، وأنا عملت إيش؟ عملت هاي الدونات، عمار بحكي لها الدونات، فأنا عملت هاي وعمار عمل هاي. هاي اللي بده يروح على إجريه أو اللي بده يروح على سكة قطار، في هنا الريل كتير ماين كارد قصدي، وبقدر يروح عليها، فمن كيف؟ وأنا عملت هاي إنه بقدر أروح بالطيران، ولكن وانت طاير تقدر تعمل يعني هيك تلعب، وانت يعني تقعد تلعب منها ميني جيمز، ومنها تقريبا بتدلك على الطريق الصحيح اللي بتوديك على الكوكب تاعنا انا وعمار. فراح نبلش المشروع تاعنا الاسطوري تاع الحلقه هاي، وانا جدا متحمس له يا شباب، واتمنى الكل يكون متحمس له، واشوف تفاعلكم باللايكات وبالكومنتات، واشوف هل واحد من اساطير ماريو وصل لهذا المقطع مثلا ضل متابع لهي الحلقه. خلينا نشوف، اكتبوا لي مثلا على سبيل المثال القبضه الناريه، اكتبوا لي القبضه الناريه، ما بعرفش ليش حكيتها ولكن اكتبوا لي القبضه الناريه. المهم راح نبلش مشروعنا الحلقه هاي، راح نستخدم احنا فيه. خلينا بس ازيد هاي وهاي
اتوقع لا هاي بدي اياه بركه وقعت بالغلط ونزيح هاي. بدنا احنا اوبسيديان وبدنا جلاس، فمن كيف جلاس من هذا النوع من هذا النوع، وبدنا اللانتر هذا. هذا راح يكون الاضاءه، ولكن راح نعمل بطريقه مختلفه، ويعني بدناش نحط زي هيك. شوفوا بقدر احط هيك وامشي واحط، ولكن انا حاطط جاما انتم شايفين انه منوره، ولكن هي مش منوره، فمن كيف. خلينا اقيم الجاما انا شوي، اتوقع من فيديو سيتنجز، واتوقع هاي تعملها هيك بعدين ترجعها هيك. ايوه هاي رجعت القامة زي ما هي، فإذا حطيت زي هيك بتنور بس المنطقة هاي، فاهمين كيف؟ فأنا لا ما بدي أعملها زي هيك، راح أسويها بالطريقة هاي، راح أعمل إشي أسطوري يا شباب، إشي فاخر على الآخر، يعني راح أحط هاي واحدة هون حلو، وأكمل أطلع زي، تعرفوا أنتوا الأبراج تاعت التنانين الموجودة اللي لازم تكسر التنانين، لازم تكسر الأبراج اللي فوقها، وعشان يعني التنين خلص ما يرجع يهلث دمه، أنا راح أسوي الشيء هذا، فاهمين كيف؟ فزي برج، فاهمين كيف؟ زي برج يعني صغير. ولكن هو الاناره تاعتنا، فاهمين كيف؟ فخلينا اطلع لها، بدي اطلع لها لكن من هون اطلع لها بالطريقه هاي، وقت الفود هلا. خلينا نطلع لها بالطريقه هاي ونحط هاي هون، اتوقع كمان واحده هيك، ونحط هاي موجوده هون ونحط هاي هون. حلو، حاليا راح نسوي جلاس 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 حلو، ونحط برضو عشوائي، راح نحط جلاس عشوائي لان في لونين، فاهمين؟ لونين جلاس موجود معي حاليا، فراح استخدم من لونين يعني اعمل فيهم ميكس، ويعطي تأثير جدا اسطوري، فاهمين كيف؟ راح تأثير اسطوري، وانتم هلا راح تشوفوها. راح اعمل انا واحدة معاكم، والباقي راح اعملها خلف الكواليس، وارجع لكم نشوف كيف راح تطلع مناظرها، فاهمين علي؟ ولكن خلينا ناخذ انه من هذا، اتوقع هذول التنتين يب، ولكن شايفين هذا راح اكسره، هذا راح يتكسر ويرجع، راح ارجع ايمو يعني، فاهمين كيف؟ ياهو ياهو، والله بتقهر الحركة انك ترجع توقع وتحط البلوكات كمان مرة. اتوقع نحط هاي هون، اتوقع هاي نرفعها كمان واحدة لفوق، لازم نرفعها واحدة لفوق كمان. كسر الجلاس، نحط الإضاءة وين راحت، نحط الإضاءة، ونبلش نحط جلاس زي هيك عشوائي. مشكلة لو في معي ديرت، لو في معي ديرت بس، شايفين؟ بناخذها بعدين، ما عليكم ما عليكم، راح ناخذها بعدين. خلينا نحط هاي هون، نكسر هاي وناخذها. حلو، راح اعمل زي هيك، زي كانها التناثر متناثره. ممكن الكل بيعرف انه صهيب جيمر من عشاق هاي الشغله، انه بحب اعمل التناثر هذا، او الشيء زي هيك بيطلع، والله بيطلع شيء منظره جدا اسطوري. ولكن في منكم ما بيعجبه هذا الشيء، انه بضلني اسويه اكرره، ولكن حركه اسطوريه وفنانه ورنانه وشيء من الاخر، سكر فاخر. طيب اتوقع هاي رجعها لورا هون، رجعها شوي لورا، اوكي مكسر هاي، اتوقع زي هيك. شايفين كيف؟ شايفين؟ المنظر بلش يطلع، انا سويته بالكرياتيف، والصراحة عملت كم من شغلة، كم من اضافة هلا حاليا وانا بلعب معاكم، او انا وبحكي معاكم، سويت كم من اشي مختلف انا سويته بالكرياتيف، فاهمين كيف؟ فاتوقع زي هيك. قاعد بزيد شغلات من راسي، فاهمين كيف؟ والله يا صايب ايمر ايش الحلاوة دي؟ والله اشي جدا بسيط ومعطي تأثير جدا اسطوري. فراح اسويها انا على اكثر من شكل، راح اعملها مش اكثر من شكل يا ربي، راح اعملها على اكثر من مكان يعني حوالين الكوكب تاعنا، او الكوكب القمر تاعنا. شايفين هاي الشعل تاعت كوكبنا، كوكب القمر انا وعمار، هاي راح تكون شعل، ومنها نفس الشيء زي ما شايفين انتم انه هي اضاءه، فاهمين كيف؟ يعني راح تكون هي اضاءتنا في الكوكب تاعنا. فاتوقع هاي، شايفين هاي؟ لازم اقيمها واحط هون ايوه زي هيك، وهي اكسرها، اكسري الاوبسيديان، والله بطيء المشكلة. طلع اغلب تصاميمي انا بالاوبسيديان، مش عارف ليش، والله انا غبي، اللي بستخدم الاوبسيديان كثير، والله بكلفني بالتجميع الموارد بغلبني. فانا كان عندي اوبسيديان، وانتم بتعرفوا في البوابات عندنا احنا بالسيرفر صابها جلتش حلو، والجلتش هاد صارت عندنا بوابات كثير، وانا صرت اكسر البوابات، فمن كيف؟ اني انظف البوابات من لانه كان في عن جد الشباب صاروا يخشوا من كتر بواب، من كتر ما صارت تطلع لهم الجلتش هاد صاروا يكسروا. فانا استغليت الفرصه، قلت صهيب كسر الاوبسيديان راح تطلع لك كميه محرزه، وفعلا الي يعني من فتره لفتره بقعد اكسر بوابات انا، وطلع حتى الاوبسيديان هاد، مش كامل انه جمعته، لا في اكثر من هيك، ولكن اعطيت الشباب، فاهمين كيف؟ برأت للشباب. فزي ما قلت لكم يا شباب، راح حاليا اروح وارجع لكم ابني لاكثر من منطقه، او ابنيها على اكثر من منطقه من كوكب القمر تاعنا انا وعمار، ونرجع لكم. طبعا هون عمار عمل شيء جدا اسطوري، انا ما فهمته، ولكن هيك زي كانه كوكب او مكوك فضاء او شيء زي هيك، فاهمين كيف؟
يعني منظر زل حلو اسطوري، حتى عمل غاد شايفين هذيك غاد واحد زهري بديش اطالع انا اول شيء هذول المعاتير طويله الهبيله موجوده يهود شايفين غاد برضو عمل، بس في هون شكله بده يعمل شيء اسطوري عبادي او ممكن عبادي او عمار بده يعمل شيء اسطوري هون، فترقبوه ان شاء الله اول ما يعمله وينزل حلقته انا اطول اطول راح اصور لكم اياه. هذول ايش بدهم؟ اضرب باللحمة يا عيد، ابعد بالسيف، بالسيف ابعدهم 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 زي هيك مشان ياهو متوش ثلاثة صاروا بل. تعرف شو افضل حل؟ وقت ماي يا حبيب قلبي. يلا تعال تعال يا هبيلة تعال تعال، ايش بدك انت التاني؟ تعال ايوه 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 موت موت ايزي بيزي طويلة هبيلة. في واحد معصب علي كمان؟ في حد معصب؟ ايوه هيك بدي ادب هون 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 احنا مستحلينها هاي بدنا حتى هدول شايفينهم شباب راح نكردوا من هون، راح نحاول نعمل طريقه انه ما يرسبوا عندنا هون. هلا انا خلصت تقريبا تحكوا 70% ولكن راح اخلص هاي خلف الحلقه هاي او خلف الكواليس، يعني بعد الحلقه هاي راح تكون جاهزه. زي ما تشوفوا الشعل هاي والله طلع منظر جدا رهيب، طلع الشعل الاولى الشعل الثاني الشعل الثالث، هيك تحسوا انه في فضاء او بتحسوا الكاميرا موجود. الله طلع كيف والله طلع منظر جدا رهيب. بس تعرفوا وين ضل؟ ضل شاف هون اخر واحدة هاي بنيتها، ضل هون واحدة وهون واحدة وهون واحدة وهون واحدة، تقريبا ضل لي 6 أو 5 بحدود هيك، يعني ضايل تقريبا 70%. فراح اسويهم انا هدول خلف الكواليس، يعني خلف الكواليس الحلقة هاي، يعني مش راح ارجع لكم افرجيكم من النهائي. فحاليا مش عارف انا بشوف بالسبون ارباحنا بالمحلات ايش صار فيها، وفي عندي انا محل شراكة انا وعباد صح ولا لا؟ وفي اتوقع محل شراكة انا وعمار ولا لا؟ اوه في هنا هون لازم نظبطها هاي. صايب يا فضيحتك يا صهيب، مسوي اشي غلط. انا مش انا يا هو دخلنا جوا. اصبر اصبر، ترى الحركة الاسطورية الفنان الرنانة كيف تخش؟ ما عندي دبل صح؟ والله والله اقسم بالله ارتعبت. اصبر اصبر اصبر، تعال تعال كيف؟ 1 2 3 اوبا، فنان فنان يا عمي، يا فنان من زمان. لا 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 والله بتخوف. والله الكاميرا يا شباب او الاند اقسم بالله صار يخوف، والله مرعب مرعب والله مرعب. ممنوع اصحاب القلوب الضعيفه يحضروا المقطع هذا الصراحه، بعد عند نهايه المقطع قاعد بحكيها، ولكن هذا اللي بقوله، يعني تروحوش الاند والله بتخوف، والله بتحاول هيك تحس قلبك بخفق بده ينزل يوقع. خليني اشوف هل بودينا منطقتي ولا بوديني منطقه سبون. اوكي منطقه سبون. طبعا هاي اللعبه تاعتنا اللي سويتها تاعت الاولمبيات، ولكن للاسف يعني انا ما حطيت فيها ايش بيربحوا وايش بياخذوا، ولكن ان شاء الله الحلقه الجاي راح احط هنا الربح. يعني على سبيل المثال اللي بنطها من اول مره حلو معاه محاوله واحده، اللي بنطها بحط حبه دايموند، اللي بنطها بياخذ بلوك دايموند معاه مره واحده يلعبها بالحلقه، يعني مره واحده بيلعبها بالحلقه يعني فهمتوا كيف؟ يعني اول مره لعبها هيك وخسر خلاص الحلقه الجايه بيلعبها كمان مره. اوه تصدقوا؟ في لعبة حاتم تاعت لعبة الحظ، او في لعبة الحاتم، خلينا نجربها نشوف هل راح نربح من حدا ولا الاوراق مقيومة مش محطوطة. خلينا نشوف اشوف هون تتتتن. ايوه عمار دياب اوكي، شوف نعمل زي هيك. اوه اخضر اخضر اخضر، من وين تيك 4 دايموند؟ من مين؟ من عادل. عادل 4 دايموند يا حبيب قلبي، جيب 4 دايموند هون، بدك تجيب 4 دايموند. لا لازم تذكروني يا شباب وتروحوا تكتبوا لعادل او عادل التميمة او جست ام جي اف جي، تحكوا له يا عادل او يا جست صاحب بده منك 4 دايموند، ابعث له 4 دايموند هلا حالا دلوقتي. وايش في كمان؟ في عندنا في هون اتوقع في لعبه الابا، انا لعبتها مع وقت واحد وتاهلت، بدي اشوف مين منافس، والله نسيت اتوقع عادل ضدي. اشوف انا تاهلت، انا الوحيد اللي هلا متاهل. في سعد وجاست جيمر لسه مش لاعبين، وفي عندكم عبادي وعادل لسه مش لاعبين، عبادي وام جي اف جي مش لاعبين هم الاثنين، فواحد من هذول يتاهل او واحد من هذول يتاهل راح العب ضده عشان اوصل النهائي.
فانا جدا متحمس وان شاء الله قبل نهايه السيز هذا كل لاعبينا وفايزينا نحس بالمتعه تاعت الفوز فاهمين، هيك نفسي احس بفوز فاهمين، نكهه الفوز. في عندكم هذا السكن تاع جست جيمر، لازم ابني السكني الحلقه الجايه كمان هون اشوف هل اذا وصلنا الحلقه هاي شباب 2500 لايك. حلو 2500 لايك ان شاء الله الحلقه الجايه راح تكون ابني سكني اذا وصلنا 2500 لايك، اذا ما وصلنا 2500 لايك مش راح ابني سكني. هاني قلت من هلا، فخلينا نشوف هل التحدي هذا راح تقدر تعمل التحدي هذا 2500 لايك، لانه من زمان ما وصلنا فوق ال 2000 لايك او فوق ال 1500 لايك، فراح يكون لكم تحدي هذا. فان شاء الله تكون حلقه عجبتكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه. كان معكم اخوكم سايف جيمر، بامان الله.